ولنقاش ملف نفوذ الميليشيات في العراق والذي انعكس على كل مجالات الحياة، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. بعد مرور 3 أسابيع على اكتمال أعمال التحقيق في مجزرة الفرحتية، الحكومة تماطل في الإعلان عن النتائج. ما الذي يمنع من إعلان النتائج للرأي العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتحقيقات، الحقيقة لم نطلع على من مصدر موثوق على مجريات هذه التحقيقات وحيثياتها، لكن التلميحات والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين، كبار المسؤولين في هذه التحقيقات وأبرزهم الفريق الركن عبد الأمير الشمري الذي هو قائد العمليات المشتركة، ألمح بأنه تم إلقاء القبض على 2 من الإرهابيين، وتكررت كلمة إرهابيين وهم الذين كانوا يهددون الأمن في المنطقة والآخره. فكلمة إرهابيين اعتدنا على أنها تطلق على عناصر داعش في المنطقة، وإحنا وسمعنا قبل تشكيل لجنة التحقيقات كانت هناك كثير من الأقاويل والتلميحات بأن الذين قاموا بالعملية هم من عناصر داعش. الاتجاه العام بالحقيقة بالنسبة لهذه التحقيقات هو يتجه نحو أنه دفع التهمة عن ميليشيا العطائب واللواء 41 من هذه الميليشيات، وبالنهاية يعني سواء أعلنت الحكومة أو لم تعلن، بالنهاية ستعلن لجنة التحقيق نتائج تحقيقاتها، وأنا أتبع جدا أن تكون أن يعلن عن القتلة الحقيقيين والمرتكبين المجزرة الحقيقيين، ومن السهولة بأن تلبس التهمة لمنظمة داعش. هي هذه التحقيقات التي كشفها مصدر مسؤول في محافظة صلاح الدين وتوصلت أو كشفت عن أن المتورطين في المجزرة هو لواء 41 في ميليشيا العصائب، ما مدى إمكانية تغيير مجرى المحاكمة لأن الأمر يتعلق بقيس الخزعلي أو الميليشيا التي يتزعمها؟ نعم. وماذا فعلوا لجميل الشمري الذي قبل عام من اليوم ارتكب مجزرة كبيرة في ساحة الحبوب بالناصرية؟ أين هو الآن؟ هو طليق اليدين وعاد إلى الخدمة ولم يفعلوا له شيئا. كل الشهود، كل التحقيقات، كل الشواهد أثبتت بأن مرتكبي جريمة الفرحاتية هم تابعون للواء 41 كما تفضلت من ميليشيات العصائب، لكن في النهاية الأمر بالحقيقة هو خاضع لمقولة المتنبي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. يعني الميليشيات هي الخصم وهي الحكم في نفس الوقت. الدولة هي دولة عصابات الميليشيات والحشد الشعبي والآخره، هذه المسميات كلها عناوين لعصابات هي التي تتحكم بالقانون وهي التي تتحكم بمسار الحياة في العراق. لذلك المجرم إذا كان من طرف الميليشيات او طرف الحشد او الطرف الحكومي من السهولة ان تتم تبرئته، والمشكلة ليست انه تتم تبرئته وانما نقل الجريمة ونقل التهمة الى اشخاص ابرياء اخرين بدلا عنه. فنحن لن نستبعد بان الجريمة بالنهاية ستحول من اللواء 41 الى ناس ابرياء في المنطقة تحت تهمة داعش او ارهابيين وما شابه. نعم، الحديث عن سطوة الميليشيات على الحياة وعرقلتها لحياة الكثير من المدنيين، تم تداول خبر منع الميليشيات للشاحنات من الدخول إلى الموصل والعبور في الجسور بعد إغلاق كل المداخل، كيف يفسر هذا التعنت من قبل الميليشيات في مدينة الموصل المدمرة؟ هذا واحد من آلاف الأمثلة على الاستهتار الذي تقوم به الميليشيات في هذه المناطق السنية بشكل خاص، هو لا سيما في الموصل، لأن العداء حقيقة كراهية الميليشيات للموصل معروفة، جذورها تمتد إلى عشرات السنين.
وما تقوم به الميليشيات الآن من غلق الجسور وإعاقة الحياة الطبيعية للناس ومحاولة إذلال الناس يعيد إلى الأذهان ما حدث عشية 2014 عندما قامت الدولة الإسلامية تنظيم الدولة الإسلامية بالاستيلاء على الموصل. هناك حقبة طويلة بعد حقبة طويلة من الاستفزاز والاعتداء والتعدي على كرامة المواطنين، داسوا على كرامة وأعصاب المواطنين لعدة سنين. الآن الميليشيات تعيد نفس الكرة، تدوس على مشاعر الناس وتبتزهم وتستفزهم وتجوعهم وتذلهم. هذه الأعمال بالحقيقة أعمال انتقامية، أعمال عدوانية، ولن تؤدي إلا إلى إشعال الفتنة الطائفية وإيقاظها، وربما تعود الحياة إلى الحرب الأهلية من جديد في هذه المدينة وغيرها من المدن، طالما هناك إهانة لكرامة الناس. الناس لا تستطيع أن تتحمل الجوع، تتحمل المعاناة، تتحمل الفقر، لكن لا تستطيع أن تتحمل إهانة كرامة، تدوس على كرامتك. كان هنالك تصريح للمسؤول بريطاني بشأن بقاء الإبقاء على السفارة البريطانية في بغداد، وكذلك مساعي بريطانيا لمعالجة مشكلة الميليشيات في العراق. ما مدى إمكانية نجاح ذلك من قبل بريطانيا؟ أنا سمعت التصريح وقرأت نص التصريح. الحقيقة الذي يجيب على سؤالك، سؤال جنابك، هو المفردات التي وردت في أصور وزير الشؤون الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، هو الذي صرح، قال الحكومة البريطانية ستحاول أن تسعى من أجل حل المشاكل التي تنشئها أو تسببها بعض الميليشيات. هذه المفردات بالحقيقة هذه المفردات هشة وفضفاضة جدا وضعيفة جدا هذه الميليشيات. فهذا التصريح يدلل على أن بريطانيا غير جادة في معالجة جادة للانتهاكات التي تقوم بها ليل نهار الميليشيات والعصابات في العراق. نحن لا نعول على بريطانيا، لا نعول على بريطانيا. احنا يجب ان نكف عن اي محاوله، اي قوه خارجيه لا تريد ولا تستطيع ايقاف هذا التحكم وهذا الاستهتار وهذه الفجاجه من قبل الميليشيات والعصابات الموجوده في العراق. امريكا التي هي التي واجهت ضربات، عده ضربات، وكانت ضربات متكرره واحيانا في كل يوم، في اليوم الواحد تتلقى عده ضربات وصواريخ في كاتيوشا، لم تستطع ولم تقم بمحاوله جاده لانهاء وتقديم اظافر الميليشيات. فماذا لا يجب ان نعمل من بريطانيا ان تقوم بشيء، وهي بريطانيا لم يعتدى عليها لحد الان بشكل مباشر على النحو الذي كانت يتم الاعتداء به على السفارة الأمريكية. شكرا جزيلا لك، عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، حدثنا عبر الهاتف من مالمو.